واحنا عندنا حادثة بسيطة جدا في الغردقة بقدرة انها معالجة من اسوأ الازمات. احنا عاوزين حاجة اسمها لجنة ازمات. لجنة الازمات هتحصل، هتحصل ازمات في اي حتة في الدنيا بتحصل، فاهم ازاي؟ فانت مثلا زي دبي لما جاء موضوع الحريق بتاع في الاوتيل ادرس، ده بيدرس في الجامعات الماركتينج اللي هو احسن عن معالجة ازمة حصلت حاجة زي موضوع القرش ده. بيجتمعوا مع بعض هنقول ايه، نعالج ازاي، نتكلم ازاي، مين هيتكلم ومين مش ومين ما يتكلمش. المعالجة الخاطئة بتبقى كارثية بقى. زمايلي في الفنادق بصراحة يعني لما يكون في ازمة بنتجمع على طول بنشوف هنعمل ايه وبنتحرك مع بعض، فدي طبعا روح جميلة جدا. صحيح لما ترجع للامور الطبيعيه بنقابل بعض الحاجات تانية بس مش نفس ده، لكن احنا واثقين ان احنا في لحظه بنتجمع وفي لحظه بننتشر.